اليوم في برنامج مبدعون، الأشكال التقليدية المصنوعة من القش وفق مفهوم الرسامات الأوكرانية الحديث. لماذا تسمى هذه الأشكال المعلقة عناكباً؟ وما هو الدور الذي لعبته في الثقافات المختلفة؟ كيف تجتمع أشغال القش القديمة مع فن القرن 21؟ يو تي في تستكشف جسر الإبداع بين الفن الشعبي وفن النخبة. مبدعون. هناك منافسة غير معلنة في الشبكات الاجتماعية حول آخر من يرمي شجرة الميلاد. يحدث هذا عادة في أواخر الربيع، ويشهد ذلك على كسل أرباب البيوت. أسلفنا القدماء كانوا سيرون في هذا التأخير علامة سيئة، وهو أشبه بأن لا تغير كيس المكنسة الكهربائية على مدى عام كامل. هي تجمع الطاقة السلبية والأرباح الشريرة. ظهرت هذه المعتقدات قبل فترة طويلة من ظهور المسيحية في مصر القديمة والصين، حيث رمزت الأشجار دائمة الخضرة خلال الأعياد للحياة الأبدية، وأوكلت إليها مهمة جلب الرخاء للمنزل، رغم أن هذه المهام كان يمكن أن تؤديها أشياء أخرى غير الشجرة. اجتاحت الإنترنت قبل بضع سنوات موجة شعبية هيميلي، هكذا يسمون في فنلندا التصاميم الزخرفية التقليدية المصنوعة من القش المجفف. تعني ترجمة هذه الكلمة باللغة السويدية السماء أو الجنة. علقت هذه التصاميم فوق مائدة عيد الميلاد لضمان رخاء الأسرة. مع ظهور موضة الأشياء الإسكندنافية وجهود العديد من المصممين، حظيت هيميلي بشعبية في جميع أنحاء العالم كعنصر للزينة تحديداً، وهم يصنعوها من الأنابيب البلاستيكية وليس من القش فقط. في عام 2016 سجل الحرفي اللتواني راماندوس رقماً قياسياً عالمياً في سجل غينيس مع تصميم مكون من 3 تصاميم مثمنة الأضلاع بحجم تخطى 1.5 متر مكعب، وبالكاد استطاعت عناصر التصميم أن تمر عبر أبواب قاعة المعرض. هيميلي بالنسبة للأوكرانيين ليست شيئاً جديداً على الإطلاق. أشغال القش اليدوية هي من الحرف الشعبية الغامرة التي تحمل أفكاراً تشكيلية. منذ مئات السنين تنسج العناكب لعيد الميلاد والتصاميم الهندسية التي تقوم بجمع الطاقة السلبية أيضاً. هناك التقليدية الكلاسيكية بالكامل، وهي استمرار للتقاليد، أو هذا النموذج المطور عن التقاليد. أي إذا لم يتطور التقليد وقمنا فقط بصنع متوازي الأضلاع كما علمتنا الجدات، سيكون هذا تقليدا ميتا. الجوهر في المضي نحو الأمام وإسقاطها من خلال أي زاوية. ألونا شيبونوفا رسامة أوكرانية حديثة صنعت التصاميم من القش المجفف قبل وقت طويل من حدوث الطفرة الشعبية على هيميلي، وأعطت هذا الفن قراءة محدثة. وضعت العشرات من التصاميم ووصلت إلى حد تطوير التركيبات المفاهيمية على أساس أشغال القش. أعد نفسي رسامة، ولكنني أحب العمل اليدوي. لدي كثير من المشاريع المختلفة، أحب الابتكار والخلق، لكني أرى نفسي بين الرسامين. الرسم كان فكرتي الأولى. كيف تعرفت المقيمة في المدينة الكبيرة على الحرفة الشعبية؟ ولماذا لم تكن بتلك البساطة كما بدت؟ لماذا يحرقون عناكب القش؟ وأخيراً، أين ينتهي عند الحرفية الشعبية الفن الشعبي ويبدأ الفن المعاصر؟ عن كل هذا لاحقاً في البرنامج. بدأت ألينا شيبانوفا من تصميم الحلي، ولم تفكر أبداً أنها ستنجذب لصنع أشياء ذات أحجام كبيرة، والتقت بأول عنكبوت من القش عن طريق الصدفة. كنت في رحلة إلى متحف تريبوليا ورأيت هناك تصميم من القش، جذبني كثيرا، أردت أن أكتشفه وأعرف كيف يصنع. أقل ما يقال أن العنكبوت المصنوع من القش المجفف كان يعد قديما كتعويذة أسرية استخدمت في المنازل الأوكرانية. كان يعلق وفقا للتقاليد فوق المهد، ومع كل رأس سنة كان يعلق في وسط المنزل، لأن هذا كان عملا مستمرا. كان له عادة، شكل هرم أو معين أو كرة، أي أحد الأشكال الكلاسيكية. لكن لماذا العنكبوت؟ كيف يمكن لمخلوق غير محبوب أصلاً للإنسان أن يوحي بالأمان؟ وعلى هذا السؤال هناك عدد من الإجابات. عثر علماء الفلكلور والإثنيات خلال دراساتهم لأشغال القش الأوكرانية على أجزاء من الأساطير القديمة حول خلق العالم بواسطة العنكبوت، أي مقطع وراء مقطع. يصنع هذا الكائن الفضائي غير العادي من نقطة واحدة هذا الكون على شكل هرمي. ومن المثير أن النماذج العلمية الحديثة لتطور الكون من الانفجار العظيم وحتى التوسع المتسارع يبدو شبيها بهذه الأشكال للغاية، كما وأن العنكبوت يرمز للسلالة. يعلق تحت الهيكل الأساس هرم يصغره حجماً للدلالة على الأبناء والأحفاد. لم تكن هذه التوازيات المتعددة الأوجه في الوعي الأسطوري مجرد مجازات، كانوا يؤمنون بها كما آمنوا بشروق الشمس وغروبها. في الوقت الذي درست فيه ألينا كل هذه التفسيرات كانت تحك كفيها وهي تجرب صنعه بنفسها، لكن في الظروف الحديثة لم يكن من السهل البدء في تصميم العناكب. كيف يصنع هذا؟
يمكن العثور في المدينة الحديثة على الدهانات والطين أو طين النحت عبر الإنترنت ويوصل إليك خلال بضع دقائق. ولكن أين يمكن الحصول على القش الجاف؟ تتواجد هذه المادة بوفرة في القرية الأوكرانية التقليدية في وقت الحصاد. اختار المزارعون كقاعدة عامة القش من الحزم الأخيرة لصنع العناكب أو كومة ديدوخ، وهو المرادف الأقرب لشجرة الميلاد، لاعتقادهم أن الحزم الأخيرة تحديداً تحتوي على قوة خاصة. توجب على إلينا الذهاب للعمل على الأرض في الريف لتتعلم زراعة القمح وحصاده. أنا لست مزارعة وبعيدة كل البعد عن هذا الجو. لقد ساعدتني جدتي في هذه المسألة، بيّنت لي كيفية ربط الحزم. لقد تبين أنه ليس من السهل قطعاً فعلها. وفقاً للمفاهيم المورائية وحتى المتداولة، كلما كان الجهد موضوع في شيء ما أكبر، كلما كان لهذا الشيء قيمة أكبر. كل القش الذي تستخدمه ألينا زرعته وحصدته وجمعته بيدها. هذا يعني أن الحرفية انتظرت عاماً كاملاً للحصول على المادة الأولى للعمل، كما وأنها تنقع عادة الأنابيب في الماء الساخن لتصبح أكثر مرونة حتى لا تتفسخ خلال العمل اللاحق. تضع ألينا القش على الطاولة بجانب المقص والمسطرة. أريد الآن أن أصنع مجسماً مثمن الأضلاع سيكون معيناً حجمياً. طول ضلعه 7 سنتيمترات، يمكن أن يكون 9. أظن أن 7 تناسبني أكثر. أقص العناصر لمقاطع متساوية، ومن الضروري أن أساويها مع الأخرى، لأنني لو أخذت أي واحدة تالية فإن هذا الخطأ القليل البالغ نصف مليمتر سيؤدي لاحقاً إلى عدم توافق شديد. يحتاج الشكل الثماني إلى 12 قشة، ورأوا في هذا أيضاً في السابق رمزية معينة، 12 شهراً، 12 رسولاً، أي أنه عموماً عدد مقدس كيفما نظرت إليه. في هذه الأثناء قصت ألينا القش وتستعد لربطه بخيط من الأكريليك بواسطة إبرة خياطة كبيرة. يجب أن يكون ممطوطاً قليلاً، أي أن خيط القطن لا يصلح لأنه يقص القش. هي تتمتع بهذه الحركة وهذا مريح للغاية. هذه هي الإبر. سأختار الآن الحجم المناسب. لدي مجموعة كبيرة منها للأغراض المختلفة، يجب أن تكون الإبرة أطول من القشة. تبدأ الحرفية بشكل القش، 4 قطع متتالية لوجه واحد من المجسم الثماني، في حالة الهرم يكون عددها 3. يجب عقد ربطة في زاوية الوصل ولكن غير مشدودة كثيراً. من المهم هنا أن تتمتع الحرفية بمهارة الأيدي والعقل أيضاً، لأنه إذا كان هناك قلق داخلي غالباً ما يكون العنكبوت مشدوداً كثيراً فتنفتح عقده ويتهشم قشه. من ثم أخذ 2 وأصنع منزلاً، هكذا أقول للأطفال. تقدم ألينا دروساً عملية في أشغال القش للأطفال والبالغين. تحاول دائماً أن تظهر أن أساس هذه الحرفة بسيط جداً، وأن كل شكل معقد مكون من أجزاء أولية مثل ثماني الأضلاع أو الهرم. ولكن من أجل نسج كل هذا يجب التمتع بمثابرة معينة. هكذا من البيت المسطح يجمع الشكل الحجمي، يمكن سحب الخيط أكثر لربطه مع العناصر الأخرى. 2 دقائق تحتاج لصنع ثماني الأضلاع الواحد، وستتحول الدقائق إلى ساعات لصنع تصميم من الحجم المتوسط. هي أشبه بالتأمل إن صح القول. تمنح نفسك الوقت الكافي للعملية، لا تقيد نفسك بوقت محدد لإنهائه. قم بمزاولة الأعمال الأخرى، أي أن هذا الإيقاع يظهر خلال العملية وهو بدوره مهدئ للغاية. أنا مثلا استطعت أن أزاوله طويلا ما دام يمتعني. عندما كنت أشعر بالانزعاج أو عدم الراحة كنت أترك العمل لليوم التالي. هذه أعمال مكتملة، حتى البسيطة منها مثيرة للإعجاب أكثر مما تتوقعه من القش الموصول. العناكب تتفاعل أكثر مع غيرها مع الإنسان. لو جلس تحتها مثلاً أو نظر إليها وركز انتباهه عليها تبدأ بالدوران،
أنا كرسامة لا أستطيع أن أشرح الطبيعة الفيزيائية لهذه الظاهرة، وهذا غريب للغاية. تظهر عند الكثير من الناس في هذه اللحظة مشاعر مختلفة. من الأسهل لبعض الأشخاص الغوص في حالة التأمل أثناء الجلوس تحتها. يمكن أن يكون التفسير العلمي على النحو التالي: تتميز تصاميم القش بانحرافية شديدة رغم أنها فارغة في الغالب، لذا حتى تنفس الشخص الواقف بالقرب منها أو التيارات الحرارية الناتجة عن حرارة جسمه يمكن أن تجعل العناكب تتحرك. كيفما كان هذا التفاعل فهو ملفت للنظر. ليس من المستغرب أن يعتقد الناس قبل مئات السنين أن المجسمات من القش تمتص الأرواح الشريرة لكي تحمي أسرهم، وتوجب إحراق العنكبوت فيما بعد للتخلص من هذه الطاقة السلبية. في الظروف الحديثة هذا ليس ضرورياً بالطبع. صنعت ألينا الكثير من تصاميم القش، والكثير منها ما زال معلقاً حتى اليوم. يطلبون مثلاً مني لرياض الأطفال الكرات أو نجمات لعيد الميلاد. يميل الكثيرون اليوم للأشياء التقليدية بدلاً من شجرة السرو. كانت لدي تجربة حديثة عندما صنعت نجمة لأحد المقاهي، شغلت فضاء محدودا جدا، أي أنها انسجمت فورا مع الفضاء وجمعته دون أن يكون ذلك ملاحظا حتى. حتى أن ألينا شيبانوفا ذهبت بعيدا عن جذور هذه الحرفة مستحدثة ومؤلفة أشكالها الخاصة. لقد عرضت أعمالها في متاحف الفنون الشعبية بجانب الأعمال الكلاسيكية كدليل على تطور التقليد ذاته. رأت ألينا أن إحدى أعمالها علقت في المعرض لفترة طويلة. كانت العناكب بالنسبة لي عالما مثاليا، تنظف الفضاء ليصبح كل شيء مثاليا ورائعا، ولكنني شعرت فيما بعد أنها لا تعمل. في حالتي أو حياتي لم تساعد. رأيت أنها رائعة، كل شيء معلق يدور، لكن هناك أماكن كثيرة في حياتي ليست مثالية مثل ما أردتها أن تكون. من أجل التعبير عن هذه الفجوة بطريقة ما، لجأت ألينا إلى وسائل الفن الحديث. الصراع والغموض وعدم الكمال، كل هذا لا يتناسب مع مفهوم أشغال القش. كما وأنه من الصعب جداً خلق مثل هذه المؤلفات في حالة من القلق وبطريقة علمية بحتة، لذا لجأت الرسامة إلى الجص والبلاستيك والأصماغ وأشياء الحياة اليومية الهامة. يسمى هذا الشكل ألبوم. يتكون هذا الألبوم في هذه الحالة من الأشياء الذكورية التي غطيتها بالبلاستيك وبلاصق إيبوكسي. أي أنني جمدتها. كان هذا بالنسبة لي بادرة تحليلية وإعادة فهم لتأثير الرجال على تشكيل كامرأة. الأول مثل قميص، وهو قميص أبي الذي لم يلبسه أبداً ولقد رحل. كان هذا الألبوم جزءاً من معروضات مجموعة كاملة من الفنانات. عرضت وقتها ألينا هذه المرايا غير العادية، واحدة منها كانت لأم جدتها عثرت عليها في الأرض نفسها التي زرعت فيها القمح. أما في البقية فلن ترى على الفور الإنعكاس، هذا إن كان موجوداً. كسرت المرايا ثم جمعتها ولصقتها بمساعدة البلاستيك المشكل، ثم أدخلت فيها المرايا المختلفة وبدأت تتشكل وحدها. من بعدها رأيت هذه السلسلة.
في واحدة من أعمالها الأخيرة عادت الرسامة من جديد إلى موضوع النباتات التي لا تعطيها الراحة منذ أن بدأت بأشغال القش. استخدمت ألينا عملياً قطع وفضلات من الأشياء الأخرى لتشكيل لوحات للأعشاب الغريبة جداً. يسمى مشروعي معشبة، هي لوحات نباتية غير موجودة. ولد المشروع عفوياً من بقايا مشروع آخر رأيت في هذا ربما نباتات محتملة في المستقبل. كان الأمر مخيفاً، هذا الجمال الميت بلا سلسلة بلا تكرار، الإحساس بدورة حياة النباتات، هو ميت أكثر مما هو حي. لا أريد هكذا مستقبل. يصعب التنبؤ بمستقبل ألينا شيبانوفا الإبداعي. القليل من المبدعين المعاصرين يمكنه أن يتباهى بمثل هذا الطيف من الأعمال التأليفية، من عناكب القش التقليدية وصولاً إلى تجارب من الواقع البديل. وهذا ليس إلا بداية رحلة الرسامة والحرفية الأوكرانية في القرن 21.